مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وسقيا الماء. دايما الكلام الطيب و30 دقيقة خير وكلام دين وسنة، هو ده اللي حريصين فيه معاكم في هذا البرنامج. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة مع الدكتور يحيى عبد المعين عن عبادة جبر الخواطر، وقلنا ان الموضوع ده محتاج حلقات وحلقات، وانا اعتقد بعد كل الامور اللي احنا شايفينها في مجتمعنا المصري، كل الامور اللي شايفينها في العلاقات، سواء بقى العلاقات الحقيقية ما بين البشر او حتى جوه البيت الواحد، او حتى علاقات الاصدقاء على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان عبادة جبر الخواطر وان انت تبقى بتقول كلمة طيبة لحد تعرفه او حتى ما تعرفوش، مش عاوز اقول اختفت الا من رحم ربي، بس بقت نادره جدا في مجتمعنا. ربما السبب في كده الضغوط، الظروف الاقتصاديه، البعد، طريقه التواصل ما بقتش زي زمان، الناس نفسها وثقافتها ما بقتش زي زمان. فكان مهم جدا نبقى حريصين احنا نذكركم على مدار ال 30 دقيقه دول بهذه العباده المهمه جدا. بجري على طول وبرحب بالدكتور يحيى عبد المعين الدعاء الاسلامي. برحب بك يا دكتور ومنورنا في سوكيا الماء. اهلا وسهلا بحضرتك استاذنا الحبيب. كنت اتكلمت مع ربنا يعز حضرتك يا دكتور، كنا اتكلمنا انا وحضرتك في حلقه سابقه عن عباده جبر الخواطر، وحضرتك كنت اديت لنا نماذج كتير جدا من سيدنا النبي ومواقف، ولكن اتفقنا ان الموضوع محتاج حلقات ووقت اطول. انا عاوز بس المره اسالك بشكل مختلف، لان دايما لما اجي اقول بنتكلم قران وسنه اقف اسمع ما تجادلش، اما اقول لك قران وسنه اقف واسمع. النصوص والايات وعباده جبر الخواطر من القران الكريم ومواقفه. حابب كده ابدا الحلقه بالسؤال ده مع سيادتك. نعم، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قضيه جبر الخواطر قضيه بنحتاجها في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، نطبطب على بعض ونرفق بعض ونسال على بعض ونشارك احزان بعض. فالمرء قليل بنفسه كثير باخوانه. تعال لحضرتك لو عندك ابتلاء او محنه وهتتحملها لوحدك هتعاني الكثير والكثير، لكن لما تلاقي حد بيشاركك هذا الألم، الألم بينقسم الأفة اللي لها واتنين، مش لها اتنين زي ما بيقول المثل بتاعنا، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. الألم ده هينتهي بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب مشاركة إخوانك. ولما نيجي للقرآن بقى، إجابة لسؤال حضرتك، تعرض لقضية جبر الخواطر في آيات كثيرة جدا جدا جدا. أول حاجة سيدنا محمد في فترة الوحي في البداية انقطع الوحي عن النبي فترة، وانطلق المرجفون في المدينة في مكة، أم جميل ومن معها من الذين كانوا يصدون عن سبيل الله عز وجل يقولون كلاما سيئا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الوحي انقطع عنه، وأن الله قد تخلى عنه، وأنه قد تركه، وأنه كانت تقول ما أرى يا محمد إلا شيطانك قد قلاك، أي تخلى عنك. فطبعا هذا الكلام فيه كسر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يجبر خاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الأمين جبريل بالقرآن يتلى لقيام الساعة ليجبر بخاطر النبي. الله. قال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ما تخلى عنك الله يا محمد، وما تركك، وما يختم الله عز وجل آيات بقى طويلة جدا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني إيه جبرا لخاطرك الله عز وجل سيمنحك وسيعطيك وسيكون بجانبك حتى ترضى يا محمد. هذه آية من القرآن نزلت في جبر خاطر النبي. دكتور معلش عفوا للمقاطعة في الجزئية دي، هل كمان رب العباد وحضرني ده من كلام حضرتك في جبر خاطر سيدنا النبي وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، الإسراء والمعراج مش تصنف من ضمن جبر خاطر سيدنا النبي من قبل المولى عز وجل؟ نعم، ظروفها وتفاصيلها وأحداثها. لما حصل اللي حصل في الطائف والدنيا كلها، فقد سيدة خديجة المعين الداخلي وفقد عمه أبو طالب الخارجي، الكفار قريش اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ذهب إلى الطائف فعلوا به ما فعل، فاتجه إلى الله عز وجل، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، في حديث الطويل على الفور الله عز وجل. عارف ربنا بيقول لسيدنا محمد حبيبه إيه؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا الله، شوف حضرتك ابنك، شوف حضرتك سمعت الحاجة والدك لما تقول لك طلبك على عيني يا ابني، ده انت جوه عينيا، انت جوه عينيا، على عيني حضرتك، تنين عيني. شوف كلها كلام جابوا منين بقى؟ لما ربنا يجي يعبر عن حبه الحبيب محمد، انت في عيني يا حبيبي، انت في عيني يا محمد،
فكانت الإسراء والمعراج جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة سماوية علوية جاء ليغسل أحزان النبي صلى الله عليه وسلم. طب يلا بينا نشوف كمان ناس قررت تجبر بخاطر ناس مع مؤسسة سقيا الماء، ونشوف أول تقرير مع الدكتور يحيى، ونرجع نكمل تاني عبادة جبر الخواطر. الموضوع يستاهل تستنوا معنا الحلقة. مرة تلاقينا في إنا في الجنوب، ومرة تلاقينا في الجنوب الغربي في الوادي الجديد، ومرة تلاقينا في ناحية الشمال في مرسى مطروح، ومرة تلاقينا في وادي النطرون. بفضل الله ثم بفضل جهودكم وبفضل تبرعاتكم وبفضل مساهمتكم وبفضل تواصلكم مع مؤسسة سقيا الماء هتلاقينا في كل حتة. هتلاقي مؤسسة سقيا الماء بتنوع لك الخير، هتلاقي مؤسسة سقيا الماء بتقول لك مرة في وصلات، مرة في سكوك، مرة في آبار، مرة في محطات. احنا معاكم حضراتكم دلوقتي بندخل وصلة مية لبيت من البيوت المنيرة الحديثة هنا من محافظة قنا، قرية من قرى محافظة قنا. اشتغلنا على مدار سنة كاملة مع مؤسسة سقيا الماء 3000 وصلة مية لكل اهالينا في صعيد مصر. حياة كريمة، مية جوه البيت، كل واحد محتاج ان هو يكون في سترة وعفة وحياة كريمة. بإذن الله رب هنكون سبب ليه، ولسه اللي جاي أحلى. خلينا نشوف معاكم. دي ترمبة موصلة على المية على طول، موصلة من المطور عشان توصل المية، بس هي ما ينفعش دي يشرب منها. انت شايف المية سودة ازاي؟ كنت بجيب من الجيران مية عشان هم موصلين فعشان نشرب منها، فدي يعني كانت مغزى للحمام بس وللرش بره، ما كانتش شرب واستخدام للبيت. كنت اعبي بالخمس ست بستلات واطلعهم فوق، كنت بتعب يعني وانا بعبيهم كده. بجيب مية من الشارع الثاني، من الشارع بعدين، وانا ما فيش حد معايا يعني غير ربنا وابني. انا كنت تعبانه جدا من المية يعني. والله العظيم يا جماعة احنا لو جايين من القاهرة لهنا هنا عشان الحنفية دي بس، والله ده إنجاز، والله إنجاز. يعني انت الوصلة دي هتكفي بيت، ادي بيت اهو في 4-5 أفراد، يعني 4-5 أفراد اللي وصل الوصلة دي في ميزان حسناته، في ميزان حسناته، في هيتوضى كم مرة، هيصلي كم مرة، هيشرب كم مرة، بس كده هيشطف ايده كم مرة، هيستعمل المية دي ولو لبق مية كم مرة، كم مره زوجته هتطبخ بيها او هتطبخ منها، كم مره هيستعملهم، كم وكم مره في اليوم. الخمس افراد دول او الاربع افراد في ميزان حسنات اللي وصل الوصله الماضي بكام؟ ب 3000 جنيه هياخد عداد من الحسنات لا ينتهي. مع سقيا الماء الهدف من الصدقه ان احنا نقدر نوفر لانسان حياه كريمه، ستره جوه بيته، كل احتياجاته البدائيه تكون متوفره ليه، وكل واحد من حقه ان يكون ميه وصل لغايه البيت. 3000 وصله ميه حتى الان في صعيد مصر، فينا على مدار سنة واحدة، واللي جاي أحلى بصدقات حضراتكم وبدعمكم ووجودكم معنا على مدار الفترة اللي جاية. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. دايما ببقى سعيد قوي لما بشوف ناس برضو بتبقى فرحانة وبتكبر بخاطر ناس بالمساعدات، المساعدات برضو المادية في الظروف الصعبة دي أنا بشوفها برضو من ضمن أهم الحاجات في جبر الخواطر. نعم. عاوز أرجع أكمل مع حضرتك في الجزئية الخاصة بآيات جبر الخواطر في القرآن والقصص اللي يعني القرآن الكريم حكاها لنا في هذه العبادة، واسمع من سيادتك يا دكتور. تمام، جزاك الله خير. يعني الجزئية الأولانية اللي حضرتك بدأت بيها إن إحنا نخفف عن الناس إزاي ونسعى على حوائجهم ونطبطب عليهم. حبيبنا النبي يقول حديث جميل قوي قوي قوي، يا ريت نسمعه كلنا. اتفضل. من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له. أنت حضرتك في منصب سيادي، في منصب هنا، عندك فلوس، عندك تستطيع إنك تخدم أي حد. فشوف النبي يقول أنت بتعمل الخدمة دي لإيه؟ إيه الجزاء؟ من مشى مع أخيه حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. الله. شوف حضرتك إن أنت بتكبر بخاطر واحد. النهاردة اللي رايح يعمل وصلة مية ده مش بيدخل للسرور على ناس. طبعا. اللي راح يعمل بير لناس، اللي اي عمل خير كله، خير الناس انفعهم للناس. ان حبيبنا النبي يقول ايه؟ ما من مؤمن او من رجل يدخل السرور على اهل بيت من المسلمين لم يرضى الله عز وجل له ثوابا دون الجنه. شوف انت ممكن تبقى بتعمل عمل مستصغره، لكن شوف ربك بيفكر لك وبيرتب لك ايه بقى؟ جل في علاه. فيعني شوف بقى هنرجع للايات القصص القراني، اتكلمنا عن سوره الضحى، كمان سيدنا محمد وهو بيودع مكه. عارفين كلنا ان سيدنا محمد ساب وطنه اللي اتربى فيه ونشا فيه الكفار، مضطر طبعا عز البلدان على قلبه طبعا، ويجي يطلع هو بيعرفنا حب الوطن لشبابنا عشان يعرفوا ان الوطن ده غالي وعزيز.
يخاطب مكة واقف على مشارفها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما أخرج. يودعها وداعا كله حزن وأسف، زعلان ومتضايق. النبي إزاي فيجي بقى ربنا يسيبه اللي قال له فإنك بعيوننا، اللي قال له ربنا سبحانه وتعالى في الحبيب إنك فإنك المستهزئين، الله الذي قال لحبيبه والله يعصمك من الناس، هل يتخلى عنه؟ ينزل الله عز وجل عليه قرآنا يجبر خاطره فيه، يقول الله عز وجل لحبيبه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله، لا تحزن يا محمد بترك مكة، ستعود لها منتصرا فاتحا مؤيدا بجند من عند الله عز وجل. وعد مسبق اهو من الله عز وجل، الله لا يخلف الميعاد. فشوف ربنا بيكبر خاطر النبي، هو حزين وهو مهموم وهو زعلان على فراق وطنه، تقول ما تقلقش هترجع ليها، بس هو احسن من كده جبرا لخاطره، ترجع لها وانت فاتح لمكه وانت منتصر وانت مؤيد وانت معاك جيش ومدد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فشوف نرى كيف القرآن يجبر بخاطر النبي ويجبر بخاطرنا جميعا. طيب دايما بقول لربنا ناس خاصهم بقضاء حوائج الناس، وده بيبقى برضو داخل جواه جبر الخواطر. انا عاوز اشوف تقرير ااكد بيه ان في ناس بالتواصل مع الارقام اللي على الشاشه ومع سقيا الماء، هي كمان بتبقى ربنا خاصها بهذه النعم وهذا الخير بمساعده الناس من خلال تقاريرنا. نشوف تقرير ونرجع تاني نكمل مع الدكتور يحيى. في مؤسسة سقيا الماء أبواب الخير كتير، شارك معانا في خير عظيم، في أكبر مشروع خيري للصدقة الجارية وقف النخيل، اللي ريعه دخله هيصرف على كل أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحتفي مع أهل الخير وأهل الفضل في زراعة النخيل وإتمام هذه المزرعة، ومن خلال هذا الغيث الذي نحن فيه أغاثنا الله بالمطر ليتم علينا نعمته، فجمعنا بين ذرع النخيل ونعمة الله علينا أن كان فيه سقيا من خلال مؤسسة سقيا الماء، فسقانا الله بهذا الغيث لنسعد ونسقي هذا الزرع الذي في حاجة ماسة إلى هذا الغيث. أغاثنا الله بنياتنا ونياتكم ونيات أهل الخير، ومن خلال هذا الأمر ندعو أهل الخير للمشاركة في هذا الجهد وفي هذا الإنفاق الذي هو من أعظم نعم الله على الإنسان. كون الله يوفقك إلى هذا الأمر، إلى الإنفاق في سبيل الله وتمام هذه النعمة عليك، ستجد ثمرتها نعمة في الدنيا وسعة في المال في الدنيا ونعيما عند الله في الآخرة. كون النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن بالنخلة دليل على أنه لا ينقطع أثره، لأن النخلة لا ينقطع خيرها ولا ينقطع أثرها، وهي في دوام دائما إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت النهاردة عشان أزرع النخلة، جوزي عاملها لنا والوالدته الله يرحمها ولولادنا. رحنا زرعنا النخل وقاموا معنا بكل واجب وكل احترام وأحسن الناس. جيت لمؤسسة سقيا الماء عشان أزرع نخلة على روح أمي إحسان عبد المجيد البطران. كل ده بنشكر فيه مؤسسة سقيا الماء على الخدمات اللي بتقدمها. كل ما فيها من خير لا ينقطع، ولهذا كان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة، لأنه دائم العطاء. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: عبدي أنفق أنفق عليك، أي أنه جزاء ما قدمت لله من نفقة فإن الله تبارك وتعالى سيجزل لك العطاء ويضاعف لك الأجر، أجرا في الدنيا بكثرة المال يمنع عنك الأمراض، لأن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة الإنسان يكشف عنه الغضب من الله تبارك وتعالى ومن الناس في سلم وأمن دائمين مع الناس، لأن الله قد أمنه على نفسه وأمن الناس على ماله ونفسه، فهو في سعادة دائمة بقدر ما ينفق في سبيل الله. فداوموا أهل الخير ويدكم بيدنا لنسعد، لنغرس لنا غراسا في الجنة، لنطعم من ثمرها. أسأل الله أن يطعمني ويطعمكم من ثمار الجنة، إنه على ما يشاء قدير. جينا الوادي بمشروع عليكم، بمساحة فدد هيغطي نخل الوقف اللي في أراضيكم، للأسر المحتاجة يقضي. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. قطع
كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير أقل شيء في ايديك يبان لك صغير بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير أقل شيء في ايديك يبان لك صغير بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجيلك واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في ايدنا يومين ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. ومن ضمن قوافل الخير ان السنه دي الحمد لله ربنا وفقنا في مؤسسه سقيا الماء ان احنا نكون ايدينا في ايد بعض عشان نقدر نوصل ل 30,000 اسره على مستوى محافظات مصر كلها نقدر نفرحهم. النهارده احنا في قافله جديده او في خير جديد في محافظه مطروح ب 1500 كرتونه ل 1500 اسره هنقدر نفرحهم النهارده، وبرده هنعرض لحضراتكم محتوى الكراتين ونشوف المحتوى اللي جواها والانواع اللي جوه الكرتونه نفسها عشان تكون مطمن حضرتك ان الكراتين بالفعل راحت لمستحقينها ودخلنا السرور في قلب المسلمين. دمتم فاعلين الخير دايما معانا. ما انتش مستني يبدا خيرك مش مستني فرصه تجيلك بتسبق دايما بخير من غير حساب. وبرغم المسافه الكبيره اللي ما بين القاهره ومطروح دايما بنيجي على المطروح هنا علشان نوصل لاهالينا في كل قريه وفي كل نجعه علشان نقدر نفرحهم. علشان كده النهارده في ظل الصيام وفي ظل رمضان شهر الخير النهارده حطينا ايدينا في ايد حضراتكم علشان نقدر نوصل 1500 كرتونه ل 1500 اسره. خليكوا دايما معانا علشان نوصل لكل اهالينا في كل قريه وفي كل نجا، ومع بعض الخير دايما هيكون في امان. مؤسسه سقيا الماء نعمل من اجل الانسان. دكتور يحيى، كنا قبل ما نشوف التقرير قلت ان ربنا دايما بيختص ناس لقضاء حوائج الناس، وده بنشوفه جليا في المواقف والتقارير اللي بنشوفها مع سقيا الماء. كمان سيادتك كنت بتقول لي في سياق كلامك قبل ما نشوف التقرير ان انت لما حد يبقى بيحتاج لك وتقف جنبه ايا كان منصبك ووضعك المادي او الوظيفه او حياتك ده بيبقى خير جاي لك، اوعى تستقل بيه او ما تعملوش. نعم. عاوز اشرح دي للناس من خلال سيادتك. حبيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من الله عز وجل. عباد كده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب. بص حضرتك يا أستاذ نهاني، الخير حيوصل للفقير حيوصل له، يعني ربنا كاتب لواحد يوصل له أي خير حيوصل له، لكن أراد الله عز وجل أن يستعملك أنت لإيصال هذا الخير. تخيل لما تكون أنت من جند الله الذين اختصهم الله عز وجل بقضاء حوائج الناس. الله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تخيل من نفس عن كربة من كرب الدنيا، الدنيا في النهاية هتزول بما فيها، نفس الله عنه من كربة من كرب يوم القيامة في الوقت بقى الصعب العصيب اللي محدش بيفكر في حد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تيجي تلاقي كده ربنا يقول لك تعالى أنت في يوم من الأيام عملت كذا كذا مع فلان أحصاه الله ونسوه. ربما تكون أنت ناسيها أصلا، أنت ناسي أنك سعدت واحد في يوم من الأيام، لكن ربنا مسجل عليك كل ده الخير عشان يقول لك أهو فضل العمل الخير اللي أنت عملته موجود ومنعان لك وشايله لك لوقت العوزة، للوقت اللي أنت فيه محتاج دلوقتي. فبالتالي لا، أنك تقف جنب أخوك ده الوقت المبارك، أنك ما تقولش مشغول، ما تقفلش بابك في وش حد، ما تكسرش قلوب الناس. لك انا ظروفي صعبه، انا وقتي ضيق، انا ان شاء الله ربنا كده كده مش هبقى احن عليه من اللي خلق. وفي والله في الكلمات دي ساعات اقول لحضرتك حاجه، يعني انا نفسي بقعد افكر كده، بعض الناس اللي هم بيدعوا ان هم مشغولين، يعني هم هل هم ينشغلون اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله الدعوه والامه وحي يوحى اليه،
وأفضل خلق الله عايز يمشي على صراط المستقيم ودعوة الأمة ومهموم الأمة كلها ومع ذلك كان يقف مع الطفل الصغير يطبطب عليه ويرفق به، يخطب على المنبر إلى طفل دخل يطبطب عليه وياخده، يجي الجزع إنه يتألم يروح يطبطب على الجزع ويجابر لخاطر الناس. فأنت الوقت اللي بتستقطعه من وقتك ساعات أقول بقى إيه، ممكن احنا في المجتمع بتاع اصحابنا تلاقي انت مش عارف تكلم صاحبك، يعني انا مشغول. تبص تلاقي عندما يحصل عنده مشكله عزه ولا حاجه تلاقيه 3 ايام قاعد في العزه. طب ما انت كنت مشغول، انت جبت منين الوقت الثلاث ايام؟ طب ما انت قطعته وقتك وقطعت مشغولياتك. لما قررت عرفت تعمل كده لما، طب ما انت ما تقطع وقتك لنفسك. في بقى قطعوا بقى وقت وقرروا ان هم يعملوا جبر خواطر مع الناس، عشان اللي بيجبر الخاطر ربنا بيدركه في مرحلة العصر بقى، عشان خاطر نعصر الزيتون بعد ما جمعناه وندخله في مرحلة العصر ويبقى في شكل ازايز زي كده ويتباع للناس والكل يستفاد بيه. الحمد لله الخير بتاع حضراتكم خلاص بقى في ايدينا، ده اول انتاج من مؤسسة سقيا الماء الزيت الزيتون. الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نطلع اول انتاج لينا مع الخير اللي حضراتكم فيه. النهارده تمت الفاحة، شجرة الزيتون بفضل الله سبحانه وتعالى اثمرت وخلاص اتجمعت بفضل الله سبحانه وتعالى. مؤسسة سقيا الماء اول انتاج ليها من زيت الزيتون، من شجرة الزيتون لقرية سقيا الماء، اكبر وقف اسلامي عملته سقيا الماء. مؤسسة سقيا الماء دايما لها السبق، وعشان كده هي المؤسسة الاولى اللي بتبشر متبرعيها باول انتاج حقيقي لزيت الزيتون، وده بفضل صدقاتكم وتبرعاتكم ودعمكم. وانتظروا قريبا طرح نخيل الخير من قرية سقيا الماء بإذن الله، ودايما بتبرعاتكم مع مؤسسة سقيا الماء هنفرح وهنفرح أسيادنا الفقراء. سقيا الماء بتقول لك تعالى بسرعة شوف على أرض الواقع، احضر معانا جمع الزيتون واحضر معانا عصر الزيتون وشوف بنفسك أول إنتاج. عندنا 2000 جرة منتظرينك عشان تساهم. الشجرة الزيتون بتكلف 1000 جنيه فقط، بتقعد ما يزيد عن مئات السنين، 100 سنة و200 و300 سنة، تدر دخل كل عام للفقراء والمحتاجين ولكل مشاريع سقيا الماء الخيرية. وانت كمان تقدر النهاردة تتبرع تاني للشجر بتاعنا، لان احنا حضرنا 2000 جورة جاهزين ل2000 شجرة جديدة. تقدر ان انت تقول الريع بتاع الشجرة بتاعت حضرتك هيروح لفين؟ هيروح لنخلة، هيروح لوصلة، ولا هيروح لاني مشروع بالظبط؟ شفت ازاي الفكرة وقررت تتواصلي مع سقيا الماء وجاية النهاردة معاكي الفسيلة اللي هنزرعها مع بعض دلوقتي، وافهم منك كده الفكره جات لك ازاي وجايه النهارده تزرع الفسيله دي ليه؟ شفتها على التلفزيون وتابعت معاها على القناه بتاعتكم وحبيت ان انا اعملها ليا ولابن الله يرحمه. ربنا يا رب يرحمه. عاملها لابن الله يرحمه الزيتونه والنخل، وعامله ليا الزيتونه وانا لسه عايشه. علشان كده احنا دايما هنكون معاكم لحظة بلحظة عشان نفرح ونفرحكم بكل حاجة بنعملها في المؤسسة عندنا. وعدناكم ان الشجرة هتقعد اكتر من 100 سنة، الحمد لله ربنا كرمنا وبقينا ماشيين معاكم لحظة بلحظة من اول الجورة للبشاير لزيت الزيتون. دايما مع مؤسسة سقيا الماء عايزك تكون مطمن، لان دايما هنكون معاك لحظة بلحظة في مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان. من أحيانا كان عنوان لمبادرتنا في كل مكان، تحيي الناس كلها لو إنك كنت سبب في حياة إنسان. مشروعنا في وقف الزيتون خطوة لبكرة الأجل يكون خير يمتد ليوم الدين والربح مع الله مضمون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان.
دكتور يحيى، وقتنا للأسف دهمنا وتقاريرنا مهمة جدا مع السادة المشاهدين اللي شايفين أرقام سقيا الماء أمام حضراتهم على الشاشة. وأعتقد دايما اللي حابب يعمل الخير مش محتاج إن أنا ولا ضيفي الكريم يبقى بيحفزك على عمل الخير. في ناس تبقى بتعمل تصرفات سواء بتقصدها أو ما تقصدهاش، هعني اللفظ كده، توجع قلبك، تكسر خطرك، تقول كلمة تأذيك نفسيا سواء تقصد أو ما تقصدش. تقول للناس دول إيه؟ هقول للناس ربنا يهديها. فشوف حضرتك، انا لما اكون رايح لواحد مسؤول عايز منه حاجه، عايز خدمه، ما رايح لواحد صاحبي، رايح لاي حد، بخبط على بابه عشان يساعدني في اي حاجه هو ارجع يعني مكسور الخاطر. تخيل لو كان هذا القلب الذي كسر يحبه الله، لو انك كسرت قلبا يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله، لو كان هذا القلب من اهل الله وخاصته الذي لم تجبر بخاطره، لو نمت أنت واستيقظ هو في جوف الليل واتجه إلى الله وقال ربي إني مغلوب فانتصر، لا تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام، كنت سبب في كسر قلوب الناس طول الليل مش هيجي له نام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو الدرداء يقول اتقي دمعة المظلوم، دمعة اليتيم ودعوة المظلوم، الاثنين، اليتيم الدمعة بتاعته لما تبكيه والمظلوم لما يدعي عليك، فإنهما يسيران بالليل والناس نيام، فأنت نايم هناك عين ساهرة تدعو الله أن ينتقم منك لأنك كسرت بخاطرها وكسرت قلبها. حتى لو مش هتقدر ود وحاول تساعد، اعمل اللي تقدر عليه أيا كان، بس ما تكسرش بخاطر. قول معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة على البعض، وقولوا للناس حسنا. شوف حبيبنا النبي بيّن لنا إن جبر الخواطر صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنت والله في حاجة لجبر خاطر الناس أكثر من نفسك، لأن الثواب ده هيعود عليك، والله عز وجل يكون معك، والله يشملك، والله يفرج عنك، والله يسترك، والله يمنحك الجنة، بركات وفتحات من الله عز وجل أن لك عندما تجبر بخاطر الناس وتطبطب على الناس وتسعى في إزالة الآلام عند الناس. فالله عز وجل يأمرنا جميعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونعم بالله دايما التنافس في الخير، هي دي النعمة اللي انت تستاهل تبقى بتتسابق وتتنافس عليها. ما تخليش الشيطان يضحك عليك وتقول بقى ان انا مشغول، ما كانش عندي وقت، ما كانش عندي فلوس، ما كانش عندي فرصة ان انا اقدر اساعده. طبطب عليه حتى لو بالكلمة زي ما قالنا الدكتور يحيى، ربنا هيبقى بيجازيك خير وبتقعد لك. صدقني اي حد يقصدك ربنا اللي شاور عليك، مش هو اللي جالك، ده ربنا اللي بعته لك عشان تبقى انت اللي بتاخد الخير دوت. فكر فيها بالطريقة دي. في نهاية حلقتنا بشكر جدا جدا الدكتور يحيى عبد المعين الداعية الإسلامي، بشكرك يا دكتور، ربنا يعزك ويحفظك الله خير، وربنا يفيدك باللي أفدتنا بيه إن شاء الله. جميعا يا رب، جزاكم الله خير. شوفكم في حلقة جديدة وسقيا الماء.